تحت رعاية صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، تقيم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة سموها لتشجيع الأسر المنتجة على المستويين المحلي والعربي، وذلك يوم الخميس 2 مارس المقبل. وأكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الرعاية الكريمة من صاحبة السمو الملكي قرينة عاهل البلاد المفدى لحفل الإعلان للجائزة ومعرض منتجات الأسر المصاحب يأتي تحفيزا وتشجيعا للأسر ذات الدخل المحدود للحصول على مصادر إضافية لتحسين وضعها الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لتحقيق دخل مادي لهذه الأسر. حول هذا الموضوع معنا على الهاتف السيد خالد إسحاق الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. أهلا بك أستاذ، وحبذا لو تطلعنا على عدد المتقدمين لهذه الجائزة سواء من مملكة البحرين أو من الدول الخليجية والعربية. أهلا وسهلا ومسيكم الخير. طبعا جائزة صاحبة السمو لهذه الدورة العاشرة محليا والرابعة عربيا. هذه العام إن شاء الله العدد المتقدمين حتى تاريخ اليوم 180 مشارك من مملكة البحرين، وما زالت طلبات موجودة لحد اليوم الأثنين إن شاء الله تاريخ 20 فبراير. نعم. أما بالنسبة لعدد الدول فهي الدول العربية المشاركة الآن 12 دولة عربية. طبعا المشاركة هي في 3 فروع، يعني الدول العربية مشاركة في أفضل راعي وأفضل أسرة منتجة وأفضل منتج، ونفس الشيء بالنسبة أيضا للمشاركين على المستوى المحلي أيضا مشاركين في فروع الجائزة اللي هي على 3 اللي هم أفضل أسرة منتجة وأفضل منتج وأفضل راعي. نعم. نعم أستاذ خالد، برأيك على بماذا يدل هذا الاهتمام الخليجي والعربي بهذه الجائزة؟ طبعا إحنا إذا رجعنا إلى تاريخ الجائزة فانطلقت في عام 2007 بمبادرة من مملكة البحرين من حرص صاحبة السمو الملك الأمير سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة صاحب الجلالة الملك حمد الخليفة حفظه الله لتشجيع الأسر المنتجة. فأقرت مجلس الوزراء العرب أقروها هذه الجائزة واعتبرت جائزة على المستوى المحلي والعربي. الاهتمام فيها كان الأهداف الرئيسية هي تشجيع هذه الأسر للمشاركة في مثل هذه المشاريع لتمكينهم اقتصاديا، وأصبح هذه الجائزة خلق روح من المنافسة والإبداع، وأصبح حافز أيضا للأسر أن تستفيد من فرص التدريب والدعم الفني اللي توفرها الوزارة حتى ممكن يدخلون في الجائزة. نعم. هذه الجائزة نعتبرها إحنا نقلة نوعية في العمل من المنزل وتشجيع الأسر حتى يكون لها مصدر دخل ثابت. بلا شك، وهذا هو الهدف الرئيس من كل هذه الجهود التي توجه للأسر المنتجة. ولكن أستاذ خالد، ما هي الجوائز التي سيتم توزيعها؟ نعم طبعا هي جائزة صاحبة السمو هي مقسمة إلى 3 فروع. الفرع الأول يطلق عليه جائزة أفضل أسرة منتجة وهي تمنح قيمتها 20,000 دولار، جائزة أفضل منتج ثم 15 دولار، وجائزة أفضل راعي ودعم وهي مقدم للمؤسسات والجمعيات والجهات التي تدعم الأسر. نعم. ونفس الشيء بالنسبة على المستوى العربي أيضا هناك أيضا جائزة لأفضل أسرة وأفضل منتج وأفضل راعي. نعم السيد خالد إسحاق الوكيل المساعد لتنمية المجتمع بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، شكرا جزيلا لك.